السلام عليكم احبابنا. كما كان متوقعا يعني الحكومه خرجت بالقرار ديالها اللي هو الاجباريه ديال جرين باس للناس اللي خدامين مع الدوله في القطاع العام وللناس اللي خدامين في القطاع الخاص يعني اعمال حره اوتونومي، وحتى البي بي سيتر وحتى البادانتي وحتى الناس ديال باسيتا ايفا، يعني الجميع بدون استثناء ضروري من هاد الجرين باس، واللي غيبدا به العمل ابتداء من 15 اكتوبر يعني في جميع الاماكن ديال العمل يعني البوبليتشي العموميه وحتى كذلك بريفاتي ديال الخاص يعني الخواص يعني الشركات الخاصه اللي ما تابعش الدوله، يعني الجميع يعني ضروري انه يتوفروا الخدامه يتوفروا على سيرتيفيكاسيون فيردي كما هو معروف وكما قررت هذه الحكومه ديال ماريو دراغي. واي واحد غادي يخالف يعني هاد المسائل هادي وغيمشي للخدمه ديالو يعني بلا هاد سيرتيفيكاسيون فيردي بطبيعه الحال كاين واحد العقوبات واحد السانسيوني اللي هما كما تشوفوا معايا من 600 اورو حتى 1500 اورو ديال المولطه، وكذلك سسبنسيوني من لافورو حتى ديك الشهريه ديالك ديال تمن السيبينديو، يعني ما غاديش تشدو وما غاديش تبقى خدام، وهاد العقوبه مطبقه على العامل كما مطبقه كذلك على صاحب العمل. بالنسبه للناس اللي ما فيهم الجلبه وما يديروش الجلبه، هاد الناس راه يديروا التحليله يعني فابور بلا ريال بلا جوج. الناس المينور غيديروها ب 8 اورو وما دون ذلك، يعني اللي ماشي مينور 15 اورو باش يديروا هاد التحليله هذه الا بغاو يمشيو للخدمه بطبيعه الحال ويحصلوا على ذاك الجرين باس، وفقط ل 48 ساعه بطبيعه الحال الا بغاو يمشيو للخدمه يعني بلا ما يديروا الجلبه. وبطبيعه الحال كما ديما يعني كاينه معارضه ديال اليمين ديال ماتيو سالفيني اللي تيقول بانه حنايا دابا دايرين هاد جرين باس على الناس اللي بغا يمشيو للريستوران اللي بغا يدخلوا مثلا السينما اللي بغا يدخلوا المسرح، ولكن تنشوفوا بانه الاجانب والسترانيري يعني هما تيدخلوا لايطاليا بلا جلبه بلا جرين باس بلا والو، يعني تهضر على الناس اللي حارقين وجايين حارقين، يعني تنتقد هاد الحكومه هادي وتقول على الاقل يعني طامبوني انه يدار يعني بالمجان للجميع. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو هذا فيما يخص كل ما يتعلق بالقانون الجديد ديال جرين باس اللي غيبدا التطبيق ديالو كما قلت لكم ديال هذا القانون ابتداء من 15 الشهر هذا الماجي ديال اكتوبر. نتمنى نتلاقى معكم في شي فيديو اخر ان شاء الله، ما تحرموناش من الدعم ديالكم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.